هذا سلفا كير ماير ديت رئيس جنوب السودان، وهذا عبد الفتاح البرهان منصبه يعادل منصب رئيس السودان، وكان هذا الرجل محمد حمدان دقلو حميديتي نائبه قبل أن يدخل في نزاع وصل حد المواجهة بالسلاح أخيراً. ولكن ورغم خلافهما رفض وساطة سلفا كير. تعالوا نشرح قصة السودانين انطلاقا من خلاف البرهان وحميديتي. حتى وقت قريب عمل الرجلان معا وأسقطا نظام عمر البشير عام 2019 بعد ترأسه للسودان لثلاثة عقود. بأكتوبر 2021 أعلن الفريق أول البرهان الذي كان يرأس المرحلة الانتقالية من الحكم العسكري للمدني بعد سقوط البشير، حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة المدني عبد الله حمدوك، وقال إن القوات المسلحة ستتولى إكمال المرحلة الانتقالية لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة. بنفس الوقت احتفظ نائبه حميديتي بقيادة قوات الدعم السريع. حكاية هذه القوات باختصار أن منطقة دارفور بأقصى غرب السودان شهدت مطلع الألفية الثانية تمرد مجموعتين عسكريتين على الحكومة، اتهمتاها باضطهاد سكانها من غير العرب، فرد البشير بإعطاء الضوء الأخضر لحميديتي للتصدي عسكريا للتمرد بقوات جنجاويد. انضمت ذات القوة عام 2007 لجهاز مخابرات الدولة، اتخذت رسميا اسم قوات الدعم السريع عام 2013 بموافقة البشير. في العام 2019 انقلب حميديتي على البشير، ولكنه قبل هذا التحول الخطير كان قد أمر بالتصدي بالسلاح لمعارضي البشير، فقتل 118 محتجا بالخرطوم. لا يزال حميديتي على رأس هذه القوة رافضا دمجها مع قوات الجيش برئاسة البرهان في هذا التوقيت، وهو السبب الرئيس لاندلاع الخلاف بينهما. بعد الأزمة ظهرت تحليلات تقول أن قوتي الجيش والدعم السريع متوازنتان، ويتوقف ميزان الصراع على موارد البلاد مثل مياه النيل وممرات الشحن ومناجم الذهب. ومن هنا تتنبأ أكثر التحليلات تشاؤماً بأنه لا ينبغي استبعاد احتمال لا يرغب به جل السودانيين، وهو أن نهاية الحرب قد تؤدي لتقسيم السودان، وهذا مصير إن وقع سينقلنا لفهم كيف انفصل جنوب السودان. في عهد البشير انفصل جنوب السودان وأصبح أحدث دولة مستقلة بأفريقيا العام 2011. كان سكانه وأغلبهم من المسيحيين يحلمون بالرخاء لما تتمتع به منطقتهم من ثروات، لكن الواقع أن الجنوب شهد تورط البلاد بحروب داخلية وسقط فيها مئات الآلاف من القتلى من مدنيين ومسلحين، وتشرد حوالي 4 ملايين إنسان، عدا عن الأزمات الاقتصادية. لهذا رفض كل من حميديتي والبرهان وساطة رئيس جنوب السودان، فهو بنظرهما متمرد. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.